السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الرجوين خواتي الرجويات، جيتكم اليوم فيديو جديد وفيديو توضيحي لما سبق في الفيديو السابق. اليوم جيت نفسر لكم عليه، ولكن قبل ما تفرج في الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، ونخليكم دابا مع الانترو. ونبداو اخوتي الرجوي اخواتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركة الله. هذا الفيديو هذا غادي نوضح لكم علاش انتقلت اللجنة التقنية المكونة من هشام ابو شروان وهلال الطير وفهمي، بالاضافة الى ان فهمي كيخرج بواحد اللايفات وتيصرح بهم شي تصريحات لا علاقة لنا بهم ولا علاقة بالميركاتو. ثانيا هو ان فريق الرجاء البيضاوي السنة المقبلة غادي ينافس على 4 البطولات بما فيهم البطولة الوطنية وكأس العرش والعصبة الأبطال الإفريقية، بالإضافة إلى كأس العرب سنة 2021-2022 لما تنظمش هذه السنة، هذه غادي تنظم السنة المقبلة إن شاء الله، اللي كاين فيها فريق الرجاء البيضاوي ومولوديات وجدة، بالإضافة إلى فريق الفشح الرباطي. هاد الثلاثة هما غيكونوا إن شاء الله مشاركين في كأس العرب الموسم السنة المقبلة. بالإضافة علاش أنا ذكرت فتحي جمال، فتحي جمال فاش كان مع الرجاء سابقا ما نكروش هادشي بانه هو سمسار وكاين سمسار مع اللعابه، بالاضافه الى انه كيجيبك انتدابات وازنه رغم كانت تكون عندك الازمه، وما نساوش انه راه وقف مع الرجاء في عز الازمه ديالها وفي الوقت ديال الحسبان وجاب انتدابات في مستوى جيد اللي فزنا بها بكاس العرش سنه 2017 وفزنا بالكونفدراليه والسوبر سنه 2018. هادشي ما خصناش نساوه بحكم ان هاد الثلاثي هذا يعني كنشوفوا راسنا ما عندناش شي انتدابات وازنه من غير هذاك الشيء اللي مخبي لينا عزيز البدراوي. باش نشرح للمتبعين قناتنا ديال الرجاء العالمي، هو ان فريق الرجاء السنه المقبله يعني عنده 4 الواجهات اللي خاصو ينافس عليها، وان شاء الله غادي تكون منافسه اللي هي قويه وصعيبه. خاصنا انتدابات وازنه ووازنه بزاف، وبخصوص في الاجانب، لاننا ما يمكنش لنا ان نلعبوا ب 11 لاعب وما يقدرش يكون عندنا البونتوش، اولا ما تكونش هذيك 11 لاعب وما يكونش البونتوش وبدا ترقع بالدراري ديال ليسبوار كيف وقع لينا السنوات الماضيه. على علم ان فريق الرجاء البيضاوي مر من واحد الازمه خانقه وخانقه بزاف، لحد الساعه باقى الرجاء في الازمه، يعني احنا خاصنا نوقفوا وقفه ديال الرجال باش اننا نوقفوا على هذه الازمه ونطلبوا بالمحاسبه كل من رشيد الاندلسي وجواد الزيات او انيس محفوظ، بالاضافه لجوج عناصر اخرى اللي هو سعيد حسبان ومحمد بودريقه. الا كان عزيز بدراوي غيبدا في المحاسبه خاصو يبدا في المحاسبه من سنه 2013 الى يومنا هذا. وعلى ذكر اللجنه التقنيه اللي كتكون من ثلاثه ديال العناصر اللي هما هشام ابو شروان وفهمي والطير، مادام انهم هما المكلفين والخصوص هلال الطير يعني هو الرقم واحد في الانتدابات اللي كتخص فريق الرجاء البيضاوي، وهو اللي كيصادق عليها وهو اللي كيدعمها وهو اللي تيقول عزيز البدراوي انه خاصو يوقع مع فلان ويوقع مع فلان ويوقع مع فلان. حنا كي قلنا كننافسو على عصبة ابطال افريقيا ماشي الكونفدرالية، بل عصبة الابطال، بالاضافة لكأس العرش وكأس والبطولة الوطنية، والرابعة اللي هي كأس العرب النسخة الثانية اللي غادي يشارك فيها فريق الرجاء البيضاوي ماشي كضيف شرف بل كبطل للنسخة السابقة. بالإضافة علاش كنقولو حنا انتدابات، ماشي يهمناش حنا اللعاب يكون بميشين أو لا بتلتمية أو لا بربعمية مليون، لا بالعكس كيف ما كان ما نقلبوش على الديشي. دونك هاد الانتدابات اللي عندنا حنا دابا حاليا كلها منتهية العقود ديالهم، يعني ما شارين حتى شي لاعب واحد ما مشريش، يعني كتكون مفاوضات بين اللاعب أو وكيل الأعمال ديال اللاعب والرأي، ما كتكون عندو حتى علاقة بالفريق الآخر. هادشي اللي خلى أن بعض الفروق ديال البطولة الانحرافية، وركزوا معايا على الانحرافية حيت غنلقاو السنة المقبلة مشاكل ومشاكل كبيرة في البطولة ديالنا، اللي غاضبين من فريق الرجاء البيضاوي وغاضبين من رئيس الرجاء اللي هو عزيز البدراوي، على علم انهم ولا كيمشي كيتفاوض مع اللاعبين منه ليهم، يعني ما كيمشيش عند الفريق باش ان الفريق يستافد منه. هذا بالعكس حنا شرف لينا
ولكن كنبغيو لاعبين في المستوى كبير، يعني لاعبين اللي تقاتلوا معنا على التوني، على العلم انا حنا كجماهير رجاويه راه ما غاديش ندوزوا الفريق ديالنا سواء في الحلوه او لا في المره، يعني غادي نتقاتلوا معاها سواء في كازا او لا خارج كازا، وغادي نموتوا معاها، واللي كضرها راه كضرنا حنايا كمشجعين وكمحبين لفريق الرجاء البيضاوي. وهذه رساله العزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء البيضاوي مني انا كصاحب قناه نادي الرجاء العالمي ليه هو كرئيس فريق الرجاء البيضاوي. السنه المقبله انت بغيتي دير انك واحد الحاجه اللي هي مزيانه انك تصالح مع الفرق وتصالح مع الاعلام اللي كان كامل ضدنا، ولكن هذا ما كيعنيش انه راه غيفيد الفريق ديالنا، على علم ان راه تكون يضحكوا لك الضحكه الصفراء، ولكن النهار اللي غنطيحوا معاهم في الماتش غنلقاو مؤامره غير من المديريه التحكيم، على علم ان سعيد الناصري اللي هو رئيس العصبه سابقا ورئيس فريق الغريم عين وصادق ووقف بيديه على انه يعين الرويسي الحكم السابق اللي هو اللي دليمنا ديال الفريق الغريم واللي كيساعد الفريق الغريم، يعني العام الجاي غنلقاو واحد المؤامرات اللي هي كبيره 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 بزاف، بالخصوص مع واحد اربعه ديال الفروق اللي هو الغريم ونهضه بركان وفريق الجيش الملكي، بالاضافه الى فريق اولمبيك خريبكا، وغادي تزاد عليها حتى مولوديه وجده، على علم انه وار كي كنقولوا تحت السلطات ديال سعيد الناصري. وهذا الشيء هذا ما كيعنيش لينا حنا كجماهير رجاوي غنقدروا نسكتوا عليه، هذا ميساج عزيز البدراوي انه اي مشكله يقدر يوقع لفريق الرجاء البيضاوي لا من مديريه التحكيم او لا من الكاف، يعني يجب محاسبه اي واحد ورفع دعوه قضائيه على اي حاكم او لا على اي عضو سواء كان في الجامعه او لا في العصبه الانحرافيه او لا في الكاف. ما يطراش لنا كيف طرا لنا قبل، على علم ان الرؤساء السابقين كانوا كيرحبوا بفروق كاملين كيتكلفوا لهم كل شيء ديالهم سواء كانوا داخل الوطن او لا خارج الوطن، سواء في البطوله او لا على كاس العرش او لا على العصبه او لا على الكونفدراليه. مع مرة ما لقينا شي ترحاب من شي فريق او لا شي معاونه من شي فريق او لا شي حاجه من عند شي فريق، بالعكس كيضحكوا لنا الضحكه الصفراء ولكن كيضربونا من ظهرنا. الفرقه الاولى اللي طحنا معها في هذا المشكل اللي هي فرقه الزمالك في نصف نهائي ديال دوري ابطال افريقيا، الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه فريق الرجاء البيضاوي في مباراه الذهاب قبل الاياب، واللي تعرض ليه سفيان الرحيمي للكسر في الانف ديالو وخدع ليه مباشره لعمليه جراحيه من بعد نهايه المباراه ولعب المباراه ديال الاياب، وكما كتبش الله هادشي كامل على ود الظلم التحكيمي. ثانيا في الالي ديالنا في هاد السنه اللي فاتت مع فريق الاهلي المصري اللي عاوتاني حتى هو عاود تعرضنا للظلم التحكيمي، ولكن الرئاسه والمكتب المسير السابق ما قدر يدير حتى شي حاجه وما قدرش يوقف مع الفرقه، وخرج علينا غير بلاغ اللي هو تكتب وتحط في الصفحه الرسميه لفريق الرجاء البيضاوي، وقال لك بانه غادي يرفعوا دعوه قضائيه للكاف باش انه غيوقفوا الحكام، ولا حنا ما عندنا ما نديروا بهذاك التوقيف ديال الحكام الهضره الخاويه، حنا كنبغيو المعقول وتطبق القانون. وثالث حاجه هو المنخرطين، حتى هما خاصهم يتحاسبوا كيف غيتحاسبوا الرؤساء والمكتب المسير السابق، حتى من المنخرطين خاصهم يتحاسبوا لانهم هما النقطه السوداء في فريق الرجاء البيضاوي. وكل التوفيق وكل الدعم لعزيز البدراوي والطاقم التقني ديالو، وكل التوفيق لفوزي البنزرشي في البدايه ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي. والمهم اخوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات، الفيديو ديالنا سالا، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ودمتم في رعايه الله وحفظه.